قبيل عيد الأضحى المبارك شهدت محال بيع الألبسة إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين بسبب أسعارها المضاعفة، وأجرى قرار الحكومة الأخير رفع الرسوم على الملابس المستوردة. مواطنون اشتكوا من ارتفاع أسعار الملابس الذي حرم أبنائهم من ارتداء كسوة العيد جراء قرارات الحكومة التي اعتادت بحسبهم على جيب المواطن لسد العجز في ميزانيتها، مع استغلال التجار لرفع الأسعار ومضاعفتها. شريت ملابس للعيد؟ لا. شو السبب؟ عشان الأواعي غليت في الفترة الأخيرة. اشتريت لأبنائك ملابس للعيد؟ لا والله ما اشتريت. ما السبب؟ عندي 6 أطفال، يعني من هاي هذا أكبر واحد، في أصغر كله، فيش مصاري، فيش. سلامتك، يعطيك العافية. والله مش الكل يعني اللي ناقصه بنطلون اشتريت له بنطلون، كنزات ما اشتريت لهم، مش يعني حتى بدهم شتوية لسه ما اشترينا لهم من الغلاء. الكنزة كانت بقى 5 دنانير، هلا بقول لك 10 دنانير، أقل كنزة ب10 دنانير، وإن شاء الله خير يا رب. ملابس غالي شوي، بعدين ما في رواتب على العيد. والله ارتفعت كثير عن أول، يعني تشتري قميص كان ب5 صار يطلبوا 9 دنانير، ها البنطلون الولادي البوط الولادي اللي كان ب4 دنانير صار يطلبوا 7 8 دنانير فيه. فهي الأسباب، يعني ارتفاع الاسعار 20% هم اللي دمر البلد فيها هي. مش بس الملابس، يعني كل شيء غالي، كل شيء غالي في البلد. تطلع على السوق الان فيش نسبه، يعني ما في ناس بتلف على الفاضي بس ما بتشتري، وفي تلاعب من التجار في بعض الاسعار بحجه الزياده اللي فرضتها الحكومه. شريتها وائل العيد؟ اه. كلياتهم شريتهم؟ لا بداية بس ثلاث. تجار قالوا ان الاقبال لا يرتقي الى المستوى المطلوب بسبب ارتفاع أسعار الملابس المستوردة، مؤكدين أن أسعار الملابس المحلية ما تزال عند مستوياتها السابقة. ارتفعت أسعار الملابس بس على الشتوي، لأنه زادت الضريبة يعني جديد، يعني صارت الجاكيت الشتوي يعني بده يشتري جاكيت شتوي مش أقل من 40-50 دينار. أنا يعني من الفئة اللي احنا فيها، يعني مش متوسطة، تحت المتوسطة، أنه بقدر يشتري لك جاكيت ب40-50 دينار. في عندك الجوخ ارتفع، يعني كنا ارتفع كتير الجوخ. في عندك أقمشة رجالية برضه استوردناها كتير ارتفعت، عرفت بورتليكو برضه كتير ارتفعت، يعني كانت أول أنه يعني سعرها أقل من سعر الأيام. لا ما في ارتفاع، نفس المارت، لا نفس الأسعار الموجودة. طب المستورد يعني اختلف سعره ولا لا؟ هلا هاي الملابس هاي بالنسبة لنا احنا، لأنه لنا مصنعنا الخاص، تمام. التكلفة ما في تكلفة، التكلفة هي الأسعار، ما في غلاء. المصنع محلي؟ المصنع محلي، نعم، ما بنستورد من برا. يعني ملابسك يعني بضاعتك محلية؟ محلية، نعم. الأسعار ما اختلفت؟ الأسعار ما اختلفت، والزبون بكل أريحية. والله لحد الآن لا ارتفاعات ما في عليها، يعني نفس الأسعار القديمة، هي نفس الأسعار. نعم. لأنه اللي ارتفع المستورد، أو حتى إذا الأقمش ارتفعت لسه ما اشتغلنا في الأقمش الجديدة، يعني نعم. بس على نفس السعر القديم يعني. نعم. بس بقول لك ارتفعت الأسعار وما ارتفعتش الأسعار، واستغلوا التجار من الأسواق هاي. التاجر ما بيصدق على بيعه ويبيعها، يعني أصلا بضاعته قديمة بده بس أي بيع ويبيعه. أما اللي بقول لك ارتفع ما ارتفع، هي يعني واحد بيزيد عنده التزامات في الشهر هذا أو بشهر رمضان، فبحس انه كل شيء غلي عليه، لانه باخذ الراتب تبعه بيجي اخ بعد اسبوع اسبوعين خلص الراتب، بصير يقول لك غلا وارتفاع اسعار. هلا الالبسه ما طلع عليها اي ارتفاع، يعني حتى المستورد اللي جاب مستورد، لانه كان في ارباح من اول، هلا ممكن هو ينزل نسبه الارباح لانه بده يبيع، ما فيها الطلب زي اول مثلا على السوق، يعني زي ايام وقفات هسه كنت تيجي من الصبح تصبح تلاقي في زباين وفي حركه، هلا زيه زي اي يوم عادي بكون ايام الوقفات ما فيها الحركه وهالضغط. بس يمكن يعني الواحد فينا لما بكون بتكثر التزاماته بحس انه كل شيء ارتفع وكل شيء غلي، بس هذا يعني تبرير للموقف. يذكر ان الحكومه رفعت الرسوم الجمركيه على الملابس المستورده الى 20% بعدما كانت 5%، وجاء القرار الحكومي قبيل عيد الاضحى المبارك وفصل الشتاء، والذي من المفترض ان يزداد من اقبال المواطنين على شراء الملابس، ولكن هذه المره يستقبل المواطن هذه المواسم بجيوب خاوية. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.